الأولويات والأهداف من أجل تسيير الملوثات العضوية الثابتة. وتمثل هذه الورشة بداية المرحلة الثالثة من مسار بلادنا في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة الجديدة. تقويم وسائل العمل الوطنية وتحديد الأولويات والأهداف من أجل تسيير الملوثات العضوية الثابتة الجديدة هو موضوع هذه الورشة التي تدخل ضمن النشاطات المؤهلة لمراجعة وتحديث الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة. بناء على توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، قامت حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين بعديد التدخلات في مجال الحكامة البيئية تهدف إلى مكافحة التلوث وحماية الشاطئ وضمان توازن منظومة البيئية بشكل عام. وهكذا أقام قطاع نامو يوليو 2017 آلية للتنسيق والتحسيس من خلال لجنة وطنية حول الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم. وفي مرحلة ثانية تم إنجاز النشاطات التالية: تحرير الإطار المؤسسي والنظامي والتشريعي على مستوى البلد، وكذا الانعكاسات الاجتماعية الاقتصادية ومستوى التحسيس اتجاه الاتفاقية، إنجاز جرود فنية على المستوى الوطني لثلاثة أنماط من الملوثات العضوية الثابتة كمركب متعدد كلور ثنائي الفلين PCB والمبيدات الزراعية PBDE والPFOS والملوثات العضوية الثابتة العرضية. وتمثل الورشة الحالية بداية المرحلة الثالثة من مسار تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، ويراد منها تدارس المعلومات المتحصلة عليها من مختلف البسوح والدراسات من جهة، وتحديد الأهداف على الصعيدين القصير والطويل فيما يتعلق بتسيير الملوثات العضوية الثابتة طبقا لتوصيات الاتفاقية المذكورة من جهة أخرى.